بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باباتي طلاب المرحلة الرابعة. عليكم السلام ورحمة الله عليك عليكم دكتور. السلام دكتور. شلونكم باباتي؟ شلون حولكم؟ الحمد لله دكتور. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. نسأل الله عز وجل يحفظكم ويرعاكم. وصل وياكم مادة الكنترول ثيوري بارت 1. بإذن الله عز وجل اليوم إن شاء الله عندنا المحاضرة الثامنة بتسلسل محاضراتنا إن شاء الله. خدنا بالمحاضره السابقه الجزء الاول من موضوع السنجل فلو جراف. قلنا موضوع السنجل فلو جراف يجتمع مع موضوع البلوك دايجرام بروسيسنج او البلوك دايجرام ريدكشن بنفس الغايه. اثنينهم لهم غايه واحده. شنو هاي الغايه بهذول الموضوعين؟ من يجاوبني يا سبع؟ الحصول على النهائي. نعم، نحصل على اوفر اول ترانسفير فانكشن ل السيستم بعد ما حولناه من فيزيكال سيستم الى ماثماتيكال موديل. بعدين هذا الماثماتيكال موديل عبرنا عنه ببلوك دايجرام. هذا البلوك دايجرام بيه عده بارت، كل بارت يمثل جزء من هذا الفيزيكال سيستم. فحتى ندخل بالاناليسيز مال السيستم هذا از اوفر اول فيزيكال سيستم، فلازم نوحده بترانسفير فانكشن وحده او بمعادله واحده بالتايم دومين. فوجدوا المختصين بالكنترول فد بروسس سموها بلوك دايجرام ريدكشن. وبعد ما شافوا انه صعوبه ايجاد الاوفر اول ترانسفير فانكشن بالبلوك دايجرام لما تتعقد او لما يصير عندي مالتي انبوت مالتي اوت بوت، استعاضوا عنا بموضوع السنجل فلو جراف. اخذنا الجزء الاول من السنجل فلو جراف باباتي، اخذنا انترودكشن، تعرفنا على مفردات السنجل فلو جراف، بعدها اخذنا شلون نربط السنجل فلو جراف فيما بعضها، بعدها اخذنا رولز مالت السنجل فلو جراف وشلون نحصل على اوفر اول ترانسفير فانكشن من البلوك دايجرام. بعد ما تعلمنا شلون نمثل البلوك دايجرام از سنجل فلو جراف حلينا امثله ثلاثه، والآن وصلنا إلى الموضوع الخامس بهذا الموضوع، موضوع السنجل فلو جراف، اللي هو موضوع الستيت ترانزيشن سنجل فلو جراف. قلنا احنا أخذنا الستيت سبيس ريبريزنتيشن للفيزيكال سيستم. قلنا احنا الفيزيكال سيستم نقدر نعبر عنه بالتايم دومين سيت من الاوردينري ديفرنشال ايكويشن اللي هي الفيرست اوردينري ديفرنشال ايكويشن. الان حنتعلم بعد ما طبعا بعد ما حولنا للفيزيكال سيستم الى ماثماتيكال موديل بصيغه الاوردينري ديفرنشال ايكويشن، تعلمنا شلون نكتب الريبريزنتيشن مال الستدي سبيس. قلنا الستدي سبيس يتمثل ب فور ماتريسز، الاي والبي والسي والدي. من يجاوبني الاي بالستيت سبيس شو تمثل عدا انس؟ من هو اللي يقول لنا الاي شو تمثل؟ لها اسم بالستيت سبيس، والبي لها اسم، والسي والدي كل واحده شو تمثل منهم؟ الاي ماتريكس هي السيستم ماتريكس اللي هي قلنا تمثل الكاركترستيك ماتريكس للسيستم اللي قلنا شيء قابلها. من يجاوبني بالترانسفير فانكشن شنو اللي يقابل الاي ماتريكس الاي بالستيت سبيس؟ دكتور البي يقابلها. دكتور البي يقابلها من انت يقابلها من هو دينومينيتر. دكتور الدينومينيتر يقابلها باباتي الكاركترستيك. قلنا الكاركترستيك اكويجن مالت السيستم بالترانسفير فانكشن هي تمثل الدينومينيتر، وبالستيدي سبيس اللي هو يمثل التايم دومين هي الاي ماتريكس. اليوم ناخذ الستيدي سبيس لما نسوي له ريبريزنتيشن بالسنجل فلو جراف. باباتي بالستيدي سبيس عندنا دائما هي قلنا فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن، لذلك ما راح نستخدم بالسنجل فلو جراف لما نمثله، فقط حنستخدم واحد على S، لأن الواحد على S معناتها D over DT، معناتها DX by DT، معناتها X dot. لذلك ما راح تشوف بهذا الموضوع فقط واحد على S. شلون هسه هذه اللي قدامكم هذا السنجل فلو جراف للستيدي سبيس ريبريزنتيشن،
ما يحوي فقط على 1 over S، ما بي transfer function غير هذه. احنا كنا سابقا مثلا نكتب هنا جي 1 هنا جي 2 وهاي مثلا الجي 1 هي مثلا 1 over S square plus 2 S plus 1 مثلا. هنا أنا ما عندنا، هنا عندنا فقط 1 over S. ليش؟ لأن أنا عندي شنو هو؟ عندي X1 مثلا دوت يساوي من هو X2. إذن العلاقة اللي تربط الـ X1 والـ X2 هي الـ 1 over S، فلذلك فقط هي راح استخدمها، وراح نجي نشوفها الآن بالأمثلة شلون نشتغلها. احنا بالستادي سبيس ريبريزنتيشن عندنا هذه الجنرال فورم اكويجن للستادي سبيس، اللي هي شنو؟ اللي هي يكون عندي واي ان من الدوت، فدي اس ان واي هذه بلس اي. راح نبدي الجنرال فورم اكويجن اللي اخذناها مثل معادلة 2 1 بالفصل الثاني، فأي N minus 1 في D N minus 1 Y plus إلى الأي not Y يساوي لي اليو، ومرات اليو إذا عدنا بها أيضا derivative شو تصير؟ تصير B not Y U أس M، وقلنا دائما عدنا الN شو بي أكبر أو يساوي الأم. الأم هو الأوردر مال الأنبوت of أنبوت، هذا الأوردر of أوتبوت، فدائما الأم أكبر أو يساوي الأم. نجي شلون راح نعبر عن هذه بهذه المعادلة، شلون نعبر عنها السنجل فلو جراف؟ دائما شنو اللي يربط؟ شوفوا باباتي، احنا عندنا من هو؟ عندنا الاكس 1 دوت تساوي لي الاكس 2، والاكس 2 دوت تساوي لي من هو؟ تساوي لي الاكس 3 بلس البي نوت يو، وهكذا مثل ما تعلمنا بالستادي سبيس ريبريزنتيشن. هذول راح نعبر عنهم ب الستادي سبيس. كيف؟ الآن اليو دخلت عندنا 1 over S، الفيدباك من هو؟ هو الأي N minus 1 بالانتجرال الثاني راح يكون عندي من هو؟ الأي N minus 2 وهكذا إلى الأي N اللي هو هذه التسلسل، واليو يجي يدخل معها ب الانبوت اذا اكو، اذا ماكو فقط الاكس. الان راح ناخذ مثال اخذناه سابقا شلون نمثل. عندي هذا المثال حليناه اللي هو الار ال سي سيركت، طلعنا له ماثماتيكال موديل بالستادي سبيس، بعدين طلعنا له الترانسفير فانكشن، تعلمنا شلون نحول الستادي سبيس فورم الى الترانسفير function، والآن نتعلم شلون نمثل الستادي سبيس. احنا ايش عندنا المعادله العامه مال الستادي سبيس؟ عندنا x دوت تساوي لي اي x بلس البي يو، وعندي الواي تساوي لي سي x بلس الدي يو. قلنا دائما الدي هاي هي زيرو، شغلنا لان احنا نشتغل سايز، وعندنا هذه هي دائما رو، وهذه هي دائما كولوم، وهذه ان في ان ماتريكس. فالان بعد ما نوجدهم مثل ما تعلمنا شلون حنمثلهم، هذه الاي مالتي وهذه البي، والسي هي 1 0 والدي هي زيرو. شلون حنمثلهم؟ حنجي اليو هو فقط عندنا 1 over LC، وبعدين عندنا دوت معها
لل1 اوفر سي. فايش حيكون عندي؟ حيكون عندي هنا 1 اوفر ال سي، بعدها انتجرال، وراجع من هو هذا الار اوفر ال. حصلت على من هو؟ حصلت على الاكس 2 هذه اللي هي ايضا يجينا من هو وياها الانيشال مالتها. بالانتجرال الثاني حنحصل الاكس 1. ليش؟ لان انا عندي اكس 1 دوت شو يساوي لي؟ يساوي لي الاكس 2 بلس الاكس 1 في ال ال اوفر سي هذه. هذا الواحد مالت السنجل فلو جراف راح يكون عندي الاوتبوت الواي. ليش؟ لان انا عندي الواي قلنا ايش السي شو تساوي؟ 1 0. اذا الواي يساوي لي من هو؟ الاكس 1. لذلك هذا الاوتبوت. واضحه؟ هذا تمثيل الستدي سبيس ريبريزنتيشن بالسنجل فلو جراف. فاذا انا يا اما اجيب لك بلوك دايجرام واقول لك انطيني الاوفر اول ترانسفير فانكشن بالسنجل فلو جراف، او اجيب لك سنجل فلو جراف جاهز واقول لك انطيني الاوفر اول ترانسفير فانكشن، او اجيب لك ترانسفير فانكشن واقول لك هاي الترانسفير فانكشن حولها الى ديفرنشال اكويجن، رجعها الى ديفرنشال اكويجن وانطيني السنجل فلو جراف مالتها، ارسم لي هذا. فلازم تتعلمون تحلون الامثله بهالشكل هذا بهال 3 فورمز لان هي اللي نتعامل وياها. الان عندي موضوع المالتي انبوت مالتي اوتبوت او مالتي انبوت سنجل اوتبوت. هذا نسوي له تمثيل بالسنجل فلو جراف ونحله بطريقه السوبر بوزيشن. اسم الموضوع simplification for the system of dual inputs. يعني لما الدول، يعني لما بي اكثر من انبوت شلون احصل على الترانسفير فانكشن؟ الترانسفير فانكشن الاوفر اول احنا شو نريدها؟ نريدها السي. السي هذه اللي هو الاوتبوت هذا مالتي راح يكون هو عباره عن السي 1 بلس السي 2 بلس السي 3. ليش؟ لان عندي 3 انبوت هذول. ال سي 1 هو السي اوفر ار هذا، السي 2 هو مثلا السي اوفر الدي 1 هذا، السي 2 3 هو السي اوفر الدي 2. لذلك جمعهم هو ينطيني الاوفر اول ترانسفير فانكشن. طبعا من اوجد السي اوفر ار الدي 1 والدي 2 اكنسلهم يصيرون لينك. لما اريد اوجد السي 2 اللي هو قلنا هو سي اوفر دي 1، معناته هذا يصير هيك وهذا هيك، ويصير عندي هذا الان وهذا الاوت. يعني اذا اريد اعيد رسمه راح يكون هيك، عندي دي 1 وعندي جي 2 وعندي سي. من عندهم مش راجعه؟ راجع الاتش 1 والاتش 2 و الجي 1 وراجعين مربوطين بيش ببلس. تنتبه لهاي الاشاره لان هاي الاشاره جدا مهمه. من يقول لي ليش ننتبه لها اهميتها؟ شنو هو شنو الفرق اذا كانت بوزيتيف لو نيجاتيف؟ شنو نسميهم هذول؟ احمد هاشم. نعم دكتور. إذا عندي هنا بوزيتيف هذا شو نسميه؟
واذا نيجاتيف شو نسمي؟ على شو نسمي هذا؟ الى اسم لما يكون بوزيتيف ولما يكون نيجاتيف. اللي يساله وما يجاوبني ده اخليه له صفر. رامي وين رامي؟ موجود؟ اي رامي. رامي شو نسمي هذا؟ اذا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ما اعرف هذا الاسم، ولكن يعني اذا مثلا هذا الفيدباك راح اقول ان جي 2 على واحد، بما ان الاشاره زائد راح اقول واحد ناقصا الاتش 1 في الاتش 2 في الجي، يعني المضروبات دكتور اللوب. شلون شنقول؟ يعني احنا هسه ناخذ هذا الفيدباك هذا اللوب، راح نقول جي 2 على واحد، بما انه الاشاره عندنا بوزيتيف راح اقول واحد ناقص الجي 2 مضروبا في هاي اللوبات الاتش 1 والاتش 2. عافية. هذا باباتي نسميه بوزيتيف فيدباك، واذا نيجاتيف نسميه نيجاتيف فيدباك. لو قايل لي هذا الاسم انطيك بلس 1، هذا معناته باباتي. هذا معناته احنا عندنا بالقانون قلنا الفيدباك العام لما تعلمناه بالبلوك دايجرام ريدكشن انه انا عندي هيجي، عندي هذا جي وهذا اوت، هذا سي وهذا ار، وهذا فيدباك هذا اتش. هنا قلنا عندنا يا ناقص يا زائد، فقلنا السي اوفر الار ايش تساوي لي؟ تساوي لي جي واحد. قلنا تصير بالعكس، هنا أنا ماينس بلس تصير بلس ماينس الجي في الاتش، فاذا كان نيجاتيف يصير بوزيتيف، وإذا بوزيتيف يصير نيجاتيف. قلنا إذا نيجاتيف فهو شنو؟ نيجاتيف فيدباك، وإذا بوزيتيف يسمى بوزيتيف فيدباك. طبعا راح نشوفه أبدا ما تلقى كنترول سيستم الأوفر أول مالته الخارجي هو بوزيتيف، لأن دائما البوزيتيف يسرع السيستم بس يسويه يوديه للأنستيبل. فدائما تشوف الاوتر لوب، كل البلوك دايجرامز اللي اخذناها الاوتر لوب هو نيجاتيف فيدباك، بس الانر لوب ممكن يكون بوزيتيف. انا اريد اسرع السيستم فاسرعه بالبدايه، خليه يروح لحول الانستابل، احط له نيجاتيف فيدباك وارجعه الى الاستابل، استفاديت من انه سرع السيستم. فدائما البوزيتيف شو يسوي؟ يسرع لكن بمشاكل، يوديك نحو الانستابل. دائما البوزيتيف النيجاتيف ينطيك انستابلتي، وهو يكون دائما الاوتر لوب. زين، فراح نجي الان شلون نوجد بالسوبر بوزيشن. مثل ما شرحناكم قبل شويه، هذا لما يكون الار، شوفوا صار عندي بالفورورد من هو؟ صار عندي الجي 1 والجي 2، والفيدباك هو H1 و H2 وهو نيجاتيف. فش راح يصير عندي C over R اللي هو C1 G1 في G2 لأنهم كاسكيد، واحد بلس لأنه هو نيجاتيف فيدباك، G1 في G2 في H1 في H2. انتهت، وجدت C1. الآن أروح أوجد C2. C2 راح يكون منين الأوتبوت؟ مثل ما قلنا من D1، فعندي فقط G2 وهو نيجاتيف فيدباك. ليش؟ لان يعني انا عندي ناقص بناقص ناقص بزائد بناقص، فيصير نيجاتيف فيدباك. فشو يصير؟ جي 2 في 1 بلس جي 1 في اتش 1 في اتش 2، لان هم ذولا الفيدباك مالته. النهائي ال اتش 1 شوفوا فيدباك مالته بوزيتيف، لكن وين ما الناقص؟ عندي هنا أنا بالفورورد لأنه هو قبل الجي 2، ف ماينس 1 اتش 2 جي 1 وجي 2 هم كلهم بالفورورد، والفيدباك مالته هو الاتش 2 الاتش 1 وهو بوزيتيف فيدباك. فالآن ايش راح يكون الاشاره؟ هنا أنا النيجاتيف طلع عندي بالنيومينيتر، والدينيومينيتر استفادت من هذه، والا كان ايضا يصير 1 ماينس. الان الاوفر اول ترانسفير فانكشن هي C1 بلس C2 بلس CR مجموعه. الملاحظ شنو هو؟ انه الكاركترستيك اكويجن مالت السيستم
ما تختلف باختلاف الانبوت، يختلف فقط من هو الانبوت. لذلك شوفوها تكون متشابهه. طبعا هنا اكو خطا، هذا هنا ناقص بالطباعه، انتبهوا له، لانه احنا من وجدناه كلهم النيومينيتر مالتي الكاركترستيك هي 1 بلس جي1 جي2 اتش1 اتش2 اللي قبله. ايضا هذا القبله ايضا اكو خطا هنا، صلحوه. هذا لازم شنو هو؟ جي1 جي2 اتش1 اتش2، واللي قبله هذا خطا مطبعي، واللي قبله جي1 جي2 اتش2 اتش1. الكاركترستيك اكويجن مالت السيستم ما تختلف. يعني انا حتى هذا السيستم لو ارجعه للستدي سبيس اي ماتريكس ابدا ما تختلف. فراح اجمعهم جمع مباشر. ليش اجمعهم جمع مباشر؟ لانه هذه تشبه هذه، هذه ناقصه جي 2 انتبهوا له، فيكون هذا عندي الاوفر اول. شلون اجمعهم الاوفر اول؟ هذه هذا نفسه 1 بلس جي 1 جي 2 اتش 1 اتش 2. هنا الجي 1 جي 2 مضروبه بالار بلس الدي 1 مضروب بالجي 2 ماينس هذول الجي 1 في الجي 2 في الاتش 2 في الدي 2. هذا اوكي، هذا مبدا السوبر بوزيشن لما يكون عندي دول انبوت بالبلوك دايجرام. دكتور؟ نعم بابا. دكتور بس الماينس 1 لما يكون الانبوت دي 2. نعم نرجع له. شوف باباتي الجنرال الان هذا اللي عندي، هذا الـ هذا الـ الفيدباك شنو الان اللي بالاتش 1 بوزيتيف، تمام؟ تمام دكتور. هذا نيجاتيف، هذا بوزيتيف. فاني لما اخذ هذا الانبوت الدي 1 هذا الماينس ما اهم له، اضربه بايش؟ بالناقص بالاتش 1 بالاتش 2 العفو. فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ماينس الاتش 2 في الاتش 1 وجي 2. احنا تعاملنا بها بالمحاضره السابقه بايش؟ بالسنجل فلو جراف، راح تبين اكثر. اوكي لذلك صار عندي من اخذته صار عندي الماينس وين؟ هنا بالفورورد. اوكي اوكي دكتور واضح. نعم هسه نحل هذا المثال باستخدام السنجل فلو جراف. الان احنا طبقنا السوبر بوزيشن لكن طبقناها على البلوك دايجرام ريدكشن. الان نطبقها وين؟ على السنجل فلو جراف. الان انا هذا البلوك دايجرام مالت السؤال احوله الى سنجل فلو جراف. شلون احوله؟ سهل. هنا الجي 1 هنا الجي 2 هنا الاتش 1 الاتش 2 وهنا الماينس اتش 1. شوفها هنا انا خلينا انا ماينس اتش 1 لكن هنا جي اتش 2 بدون ماينس. هنا عندي الار هنا الدي 1 هنا الدي 2 نفس المبدا. ايضا اطبق سوبر بوزيشن ثيوري على الموضوع. اذا اريد اوجد السي 1 راح الغي هذا والغي هذا. عندنا معادله تقول الجي توتال شو تساوي لي؟ 1 اوفر دلتا سميشن الكي دي كي دلتا كي. راح نجي عندنا هنا أنا اكثر من دلتا، من يقول لي؟ ها قارين الموضوع مال السنجل فلو جراف. كم دلتا هنا؟ دكتور دلتا واحدة. مو صحيح. ليش دلتا واحدة يا نذير؟ دكتور لأن شو اسمه باث واحد. نعم لأنه باث واحد. احنا ما دام عندنا هذا العداد مالتنا كي فكل بي لها دلتا. بما انه احنا عندنا فورورد واحد بس، طريق واحد يوديك من الانبوت للاوتبوت، اذا عندي دلتا واحده. اذا هذا السؤال راح يكون 1 اوفر دلتا شنو هو؟ بي 1 في دلتا 1.
مبين البي 1 هو من هو الجي 1 في الجي 2 فراح يكون مباشر الايجاد مالته البي 1 هو الجي 1 في الجي 2 الال 1 هو ما عندي بس هالال هذا جي 1 في الجي 2 ماينس الاتش 2 في الاتش 1 فراح يكون عندي هذا اللوب ما عندي الدول لوب ما عندي ال اي في ال بي اذا مباشره اجي اطبق القانون العام واوجد السي 1 هذا اللي هو راح يكون سوري راح يكون هذا راح يكون هذا طبقت انا هذا القانون كتبناه قبل شويه جي 1 راح يكون في جي 2 1 بلس جي 1 جي 2 اتش 1 اتش 2 اعيد نفس المبدا لما يكون عندي الدي 2 راح يكون شكل السنجل فلوغراف بهالشكل هذا الفيدباك مالتي الان هو هذا ماينس اتش 1 في الاتش 2 في الجي 2 نفس الشيء عندي لوب واحد وعندي فورورد بات واحد اطبق القانون راح اوجد الاوفر اول ترانسفير فانكشن هي بهالشكل هذا اوكي اطبق نفس المبدا راح يكون عندي الفورورد الان لما الدي 2 عندي هو اللي بي جي 1 والجي 2 والماينس اتش 2 والفيدباك هو البوزيتيف اتش 1 الاوفر اول راح تكون بهالشكل هذا والنهائيه هي هذه البي توتال اوكي واضحه يا شباب جيد الان ناخذ مثال هذا اللي امامكم والان راح ناخذ موضوع انه نحل البلوك دايجرام ريدكشن باستخدام الماتلاب ونحله جنرال مالتي انبوت مالتي اوتبوت عندك ان من الانبوت وان من الاوتبوت وعندك بلوك دايجرام معقد جدا 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 تقدر تحله بالماتلاب باستخدام هذا السيكونس اللي راح اعلمك اياه ما تلاقيه باي كتاب باي كتاب من الكنترول ما تلاقي هذا اللي راح اعطيك اياه هسه روح دور اللي يلقاه باي كتاب انطيه بلس 1 اوكي على السعي فانتبه حتى اعلمك شلون تحل هذا البرنامج اوكي وحطبقه قدامكم بالماتلاب لان هذا جدا مهم نعم عبد القدوس دكتور بس السؤال هذا مال الفلو دايجرام ايش بيه سنجل فلو اللي قبله انا ما فهمت بس شلون طلعت الترانسفير فانكشن بالسنجل فلو ها هي يعني هاي ما فهمت شلون طلع يجي بالاخير يجمع مال كم شكل يعني عبد القدوس ايش قد عندك انبوت تجمع احنا الان بالسؤال الرئيسي ايش كم انبوت عندنا عندنا 3 انبوت مو تمام صح عندنا 1 2 3 تمام نعم فراح يصير عندي سي توتال هي هاي المعادله شوفها سي تساوي لي سي 1 سي 2 سي 3 السي 1 قلنا شنو هو هو السي اوفر ار والسي 2 هو الدي السي اوفر دي 1 والسي 3 هو السي اوفر دي 2 بالسوبر بوزيشن اللي اخذته بصف ثاني لما اوجد السي من الار هذول يروحون نلغيهم تمام سوبر بوزيشن سوبر بوزيشن عادي وهكذا اذا اني اريد اخذ نعم اذا اريد اخذ السي اوفر الدي 1 اذا اريد اخذ السي اوفر راح اخلي الار اس سم شورت والثاني هم شورت عافيه بس هذا لازم تنتبه هذا الناقص ينضرب ب هذا يصير ناقص اتش 2 من تهم له حيكون خطر الملحوظ عندك بالسؤال حتى تفتهمه دائما الدينومينيتر متشابه الدلتا بالسنجل فلوغراف الدلتا مثل الكاركترستيك اكويجن الكاركترستيك اكويجن ما تختلف
على السيستم اللي راح يختلف فقط الانبوت. فدائما الترانسفير فانكشن اللي الدينومينيتر مالته حيكون متشابه. احنا شفناه مثلا من حلينا السؤال هذول ثلاثتهم مشابهين، قلنا هذا عندك خطا مطبعي هنا انتبه له خلي جي 2، هذول مشابهين من حليناهم بالسنجل فلو جراف نفس الشيء طلعوا شنو هو ثلاثتهم مشابهين هذول. زين استاذ، كل حاله ارسم سنجل فلو من خلي مثلا المصدر باقي البقيه شورت. نعم كل حاله توجد. طبعا هسه هو هذا المثال سهل، لكن اذا شويه تعقد تضطر ترسم لان ما تقدر تطلع اللوبز والفورورد بار حتى تحل بالسنجل فلو جراف. اوكي هسه حنعطيكم اليوم انزل لكم هوم وورك ان شاء الله ناخذ الامثله اللي اخذناها بالبلوك دايجرام لما نخلي لها مالتي انبوت مالتي اوتبوت شلون تحلونها بالسنجل فلو جراف باستخدام السوبر بوزيشن. اوكي وترجعون تطبقون عليها من هو البرنامج اللي راح نعطيكم اياه اليوم وتشيك حلك صح لو مو صح. ما يحتاج واحد يشيك لك بعد، انت تروح تحط البرنامج هعلمك شلون تبنيه لان البرنامج بيه كم شغله لازم تفتهمها وينتهي الموضوع. اوكي تمام راح نجي عندنا هذا مثال. هذا المثال الان اذا انا اريد احله باستخدام البلوك دايجرام ايش كم انبوت عندي؟ عندي ثلاثه مو تمام، هذا الاول هذا الثاني هذا الثالث. فاذا اخذ السي 1 اللي هو شو يمثل لي السي اوفر الار، هذا راح يروح وهذا راح يروح. اجي مباشره شو اطبق؟ هذا سميشن وهذا فيدباك، اضرب ذولا كلهم كاسكيد اطبق هذا فيدباك طلعت لي السي اوفر ار انتهى الموضوع. بعدين اوجد الدي 1 بعدين اوجد الدي 2 اجمعهم يطلع لي الاوفر اول ترانسفير فانكشن. هذا لما انا اريد احل بيش بالسوبر بوزيشن واكمل. هذا الان انا ماخذ فقط الار فهذا ماكو وهذا ماكو الانبوت. هنا انا سهل جدا قلنا هذا سميشن هذا فيدباك كاسكيد اوفر اول فيدباك حيكون عندي الاوفر اول ترانسفير فانكشن واجمع السي اوفر ار. هذا هوم ورك تحلونه بالبيت. اوكي هذا اول هوم ورك توجد لي الاوفر اول ترانسفير فانكشن. اوكي وتحله بالسنجل فلو جراف وايضا توجد لي الاوفر اول ترانسفير فانكشن. هذا الهوم ورك تحلونه بلوك دايجرام ريدكشن هذا اولا، ثانيا سنجل فلو جراف وتقارن لي، وبعدين الهوم ورك الثالث تطبقون البرنامج اللي راح ناخذه هسه تروح تطبقه بالبيت. انا حشوف لك اياه صوره وكذا بس تروح تكتب بيدك بالماتلاب و تشوفني يا النتائج بروجرام ماتلاب. اوكي راح نتعلم شلون نحله ببرنامج الماتلاب. اول شيء اجي اسوي باباتي بالبرنامج مال الماتلاب ارقم ذولا اسمي هذا مثلا واحد وهذا اكتبوها هاي الخطوات احسن لكم. اول شيء ارقم اللي عندي الخطوات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وهذا تسعة. سميت البلوكات مالتي كلهم من الواحد إلى شنو إلى التسعة. أوكي هاي أول خطوة. أجي الخطوة الثانية أبدأ أكتب بيهم. تعرفون شلون تعرفون الترانسفير فانكشن بالماتلاب شلون تكتبون النيومينيتر والدينومينيتر؟ مو تعرفون لو ما تعرفون ها جاوبوني تعرفون؟ لا دكتور ما نعرف ما نعرف هون يعني بالماتلاب. دكتور معاذ ايش درسكم بالماتلاب؟ اذا عندي اس over s square plus 2s plus 1 ما تعرف الماتلاب شلون تكتب النيومينيتر والدينومينيتر؟ ما تعلمتوها باباتي؟ دكتور يعني تقصد غير شلون نكتبها بالمعادله بالماتلاب؟ ايه كمعادله نقدر نكتبها
نعم شلون؟ جاوبني شلون عبد القدوس؟ يعني هي اكو مثلا رموز بالحاسوب مثلا نقول الان هو الدينومينيتر ايش راح يساوي لي؟ ايش اكتب؟ يعني مثلا هسه احنا اللي اخذناه بالماتريكس مثلا عندي اس على مثلا اس على 5 هذا هسه اللي قدامي اذا اكتب المعادله مال الدينومينيتر ايش اكتب هنا؟ واحد بس واحد يا دكتور بس واحد البسط بس واحد والمقام واحد اثنين واحد لا غلط محمد مو محمد امين لا غلط هنا نعم. تكتب واحد بزيرو دكتور المعاملات مال الاس بالبسط وبالمقام احنا نبدي لو هنا عندي واحد اكتب فقط واحد بس عندي اس اكتب واحد بزيرو الدي ايش اكتب؟ اكتب واحد باثنين واحد اوكي لو عندي مثلا اس لا انا ما اريد اضيع الترقيم لو عندي اس اوفر اس سكوير بلس 2 فايش راح اكتب؟ الدي هذا واحد صفر اثنين فهسه راح اجي اسوي هذا الامر لكل البلوكات اللي رقمتهم راح نجي نكتب ان1 هو واحد ودي 1 هو واحد ان2 هو شقد 8.5 والدي 2 هو 1 الدي الان 3 1 الدي 3 هو 1 بصفر الان 4 هو 10 الدي 4 هو ايش قد 1 1 0 ليش هذا الفور صح؟ واحد بعشرة ومو عشرة على S بلس عشرة فيصير عشرة واحد بعشرة هذا الأس خمسة الآن خمسة شو تساوي لي؟ وين الفاي هاي واحد واحد بواحد يدي فايف هو واحد الستة الآن سكس بوينت إيه الآن أو بوينت ثمانية ودي على واحد سكس هو واحد. واحد والان من هو سبعة وش قد واحد بواحد واحد بواحد ودي سبعة هو واحد بأربعة بعشرة وهكذا نكمل الى البقية اوكي هذه اول خطوة او ثاني خطوة او ثالث خطوة من البرنامج انه رتبت الانات مالتي الان اكو اعاز اخر بس خل ارجع لكم اذن خطوات كتابه هذا البرنامج شنو باباتي نرقم البلوكات نكتب كل بلوك بالماتلاب نعرف له نيومينيتر ودينومينيتر عندنا اعاز اسمه ان بلوكس ان بلوكس اللي هو عدد البلوكات مالتك ايش قد الآن عندي 9 بلوكات أكتب له 9 تمام وراها عندي عاز اسمه بلوك بيلت اللي هو مختصرة بلاك بيلت بناء البلوك دايجرام واضحة هذا اني عازين ان بلوك وبي بلوك راح نجي وراها عندي ماتريكس اسمها كيو هذه ضرورية تفهموها انتبهوا وياي عندي ماتريكس اسمها كيو هذه الماتريكس كيو عدد الرو مالتها بعدد البلوكات مالتك يعني عندك كم رو الان راح يصيرون 9 فابدي بيها اول كولوم هو النمبر اوف بلوك فاجي ارقمهم
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى التسعة. هذا أول كولوم. وراها ايش كم كولوم أخلي؟ راح نجي. لازم أحسب أعلى بلوك عنده ايش كم أنظر؟ لأن وراها النمبر أوف كولوم هي تمثل النمبر أوف أنبوتس. فأنا أجي أباوع على البلوك مالتي أكثر بلوك دايجرام عنده أنبوت ثلاثة. اللي هو يا هو مثلا هذا مثلا رقم أربعة عنده من هنا ومن هنا ومن هنا ثلاثة. أو هنا البلوك السابع نمبر سبعة هم عنده من هنا ومن هنا ومن هنا ثلاثة. لذلك راح أخلي 3 كولوم. شلون أملاهم؟ راح نبدي البلوك الأول أكو أنبوت إله؟ من يجاوبني؟ هذا البلوك إله أنبوت؟ الارس ما إله بس الار. فخلي له شنو؟ زيرو زيرو زيرو. يعني هذا هو هو الأنبوت مالتي. هذا الواحد احنا خليناه حتى بالسنجل فلوغراف شي مثل لي مثل لي الار. فما إله أنبوت، هو الانبوت اصلا. راح نجي الاثنين الها. نعم الها اثنين الها الها واحد وبعد واحد لا الاثنين هذا وهذا واحد والناقص ثمانية. ليش ناقص؟ لان هذا نيجاتيف فيدباك. فواحد وناقص ثمانية وزيرو. لازم زيرو لانه الماتريكس بالماتلاب لازم تصير N في M أو N في N أو L في M لازم متساوية. أوكي؟ مو أجي أكتب الرو الأول بـ 4 كولوم والرو الثاني بـ كولومين، ما يصير. نجي إلى نمبر 3 اللي هو ياهو نمبر 3 بالتقسيم مالتنا هذا. إيش كم منبت إلى؟ إلى أربعة. إلى ثلاثة. إلى الثاني والخامس ناقص خمسة ومن هو ناقص ستة ناقص والناقص ستة. عافية. الأربعة الأربعة نفسها ما نحتاج نفكر. اثنين خمسة بناقص ستة لأن نفس الانبوت مال هذا. الستة شئلة ها الأربعة والسبعة الستة والسبعة نفس الشيء. الثلاثة والأربعة والتسعة والسبعة الثلاثة والأربعة والتسعة وهكذا. كملت الأم الكيو أغلقها. كملت الكيو. الآن صار عندي الكيو وصار عندي التعريفات. نجي إلى إعاز اسمه تحديد الأنبوت والآوتبوت. I U و I Y. أنا منين أريد الأنبوت مالتي ومنين اريد الاوتبوت مالتي؟ مثلا الان انا اريد اوجد السي 1 اللي هو السي من الار. فاقول الاي يو هو الواحد والاي واي هو السبعه. صح؟ وجدتهم. الان بعد ما اوجدهم عندي اعاز اللي هو الاعاز الرئيسي للكونكشن. اقول مثلا اسمي اسماء اي اي مثلا براحتي اي اسم بي بي سي سي ودي دي. شو يساوي لي؟ اعاز اسمه كونكت اللي هو ربط. شو اربط هذولا؟ اربط هاي الفور راح اكتبها هنا. اربط الاي والبي والسي والدي اللي هم دولة من هم دولة مالت الستدي سبيس ويا الكيو ويا من هو ويا الاي يو والاي واي. هذا اعاز الكونكشن. طلع لي الاستدي سبيس. الان من طلع لي الاستدي سبيس اكو اعاز يحول لي الاستدي سبيس الى دينومينيتر. فاقول الان ان مثلا اسميها والدي دي تساوي لي من هو الستدي سبيس تو ترانسفير فانكشن. واعرف لها من هو؟ اعرف لها اللي حطيته ماني الاي اي والبي بي والسي سي والدي دي واخليه واحد.
او اذا ما تخلي واحد هو وراها اقدر استخدم اعاز مال البرنت سيستم حتى يولد لي ترانسفير فانكشن مباشره. برنت سيس اللي هو اوف نيومنيتر اللي سميته ان ان ودي دي مباشره راح ينطيني الاوفر اول ترانسفير فانكشن. هذا الان انا اريد السي 2 السي 3 شو اغير؟ اغير فقط الاي يو والاي واي فقط، واكو اعاز يخليهم مباشره. اكو صيغه بالماتلاب اسمها انبوت اللي هو ممكن تقول الاي يو يساوي لي انبوت و اكتب بكيف يعني مثلا انتر بوستروف انتر كذا كذا يساوي لي بوستروف وسد القوس راح يصير الاي يو هو يطلبه من عندك مباشره يريده، والاي واي ايضا اكتب له انبوت اوف شريداني بوستروف اوكي راح هو يطلب من عندي. اقول له انا من الاول والسابع من الايش هذا مثلا سمينا ايش قد ثلاثة من الثالث والسابع هذا سمينا تسعة من التاسع ومن السابع وهكذا راح يطلعوا لي ثلاثة. واضح باباتي؟ هذا برنامج ندخل له غير الانبوت والاوتبوت مباشر؟ طبعا طبعا هسه هذا الحل شوفه هذا هذا الناتج النهائي مالته من اني اخذ من هذه البلوكس اوكي. الان راح اشوفكم هذا البرنامج بالماتلاب اني كاتبه سابقا وحاله هسه. الان باباتي راح اشوفكم البرنامج بالماتلاب اي باباتي هذه هسه الان هذه برنامج اني كاتبه يعني فتشوفون هذا اريدكم تكتبونه نفس الاسلوب. هذا الان اني جيت فيكون واضح بالنسبة لكم. الآن جيت بالبداية عرفت الأنات مالتي ورا ما سميتهم سويت الكيو بهالشكل هذا بعدين الانبوت مستخدم ولذلك تشوف هذه الاي يو والاي واي ما نفعلهم لأنهم من طيعاز انبوت. هذه خطوة الكونكشن وهذه الخطوة اللي بعدها مال تحويل الستدي سبيس الى النيومينيتر والدينومينيتر فور ترانسفير فانكشن فور وهذا يطلع لك البرنتسيس انت اكيد مستخدمي يطلع لك ترانسفير فانكشن النيومينيتر والدينومينيتر اوكي. هذا من تطبقه يعطيك نفس النتائج اللي بهذا البلوك بهذا بالمحاضرة الموجودة عندكم اوكي باباتي. هذا الهامورك الثالث مالكم يعني الهامورك الاول تحل السؤال باستخدام السوبر بوزيشن مع البلوك دايجرام بعدين تحله باستخدام السوبر بوزيشن مع السنجل فلوغراف بعدها تحله بالماتلاب وتطلع الاوفر اول ترانسفير فانكشن اوكي يا شباب. تمام دكتور. ايضا ان شاء الله احتمال انزل لكم فد سؤال او سؤالين على موضوع البلوك دايجرام ريدكشن وموضوع السنجل فلوغراف ايضا اوكي. اذا عندكم سؤال او استفسار بينما اخذ غياباتكم دكتور بس يعاد الكونكت. نعم دكتور إعاز الكونكت. إيه شبيه دكتور عاد بس إعادة سريعة. إيه باباتي إعاز الكونكت هو إعاز يربط لي ما بين الفورما اللي سويتها مع ويطلع لي أوفر أول ترانسفير فانكشن يطلع لي أوفر أول ستيدي سبيس. يعني هو الآن أنا هذول الأي والبي والسي منين يأخذهم الماتلاب هذول هذول ياخذهم من الانات والديات اللي عرفناهم مال النيومينيتر والدينومينيتر اوكي عرفتهم
وعرفت له الانبوت مالته والاوتبوت، فينطيني هذول هذول النان، هذول يمثلون الاوفر اول ستدي سبيس للسيستم. لذلك انا حولته الى الترانسفير فانكشن هاي. اوكي اوكي، هذا فائده اعاده الكونكت. تمام. طبعا طبعا منين يجيبهم؟ واحد يسال هذا السؤال، والمفروض يسالني اهذلني الاي والبي والسي والدي اللي انا حطيتهم بالكونكت، منين اللي ذولا؟ عندي اني معرفهم سابقا بالماتلاب. مو دائما اذا تكتب فتح فاريبل وانت ما معرفه قبل، يقول مثلا تكتب له اي وانت ما معرف الاي، شو يقول لك؟ undefined variable اي، مو تمام؟ عجب هنا ما راح يعترض على الاي والبي والسي، منين جابهم لعد؟ جابهم من اعاز البلاك، قلنا اعازين قبلها من سميت الان بلوك، سميت لك اعاز هذا اللي هو من هو البلاك بيلد، هذا الاي والبي، الاي والبي حصلت عليهم من هذا الاعاز. ورا ما سميت الان بلوك هاي، هذا البلاك بيلد هو البلوك دايجرام بيلد كونكشن، هو بناء ربط البلوك دايجرام، فوجد لي الاي والبي والسي والدي الكامله مال كل السيستم. رجعت اني بيعز الكونكشن اللي عرفت لي بيه الاي يو والاي واي اللي هو هذا الانبوت وهذا الاوتبوت. من عرفت المياه ربط ليها مع دولة، انطاني الاوفر اول ستدي سبيس ريبريزنتيشن مالت السيستم باي الخطوة باي. حولتها اني الى الدينومينيتر، بعدين سنتسس. واضحة؟ والله دكتور، دكتور بس اللي عاد بعد الواحد شي مثل وين ها هذا الواحد باباتي؟ اذا هو الدفق مال الماتلاب واحد، هذا بالستدي سبيس ريبريزنتيشن انت لازم تخلي الانبوت مال شنو هو هذا ستدي سبيس، ستدي سبيس او لا الى ترانسفير فانكشن، تخلي من يا ستيت اوتبوت تريد مو هي ترانسفير فانكشن، مو هي واي over r t r. فهذا t شي مثل يا ستيت انت تتعامل يا ستيت بي. احنا دائما شنو الواي شي يساوي 1 0 x 1 الى الاك، فمعناته من خلي واحد انا اخذ من الاول، اذا اخذ اثنين او ثلاثه اخلي من اساس انت معرف الاي هي مثلا اربعة تنطي خمسة يرفض، يقول لك تاصل ما عندك ستير خمسة حنا نسوي لك أوتبوت ميدا، بس تنطي واحد اثنين ثلاثة أربعة إذا تعرف هاي أربعة يقبله. الدفل الماكلاب هو واحد، يعني الواحد لا تخليه وما تخليه ناب هذا اللي عاد ما يفرق عندك. أوكي أوكي دكتور واضح، شكرا دكتور، بارك الله بكم، بارك الله بكم. صباح باباتي، أقروا واستفادوا من المادة، حتى إذا أنت مناوي تكمل دراسات عليا فحاول تستفاد من المادة، لأنه هذه المادة جدا مهمة، لأن نتعامل إحنا ويا فيزيكس سيستم، وين ما حتروح تشتغل باستثناء أنه تعوف الهندسة وتروح تشتغل غير شغلة ما راح تلقي مشكلة بالفيزيكال سيستم. أما ما دام أنت مهندس تتعامل بهذه المفردات فراح توجد انه انت تتعامل ويا فيزيك سيستم، والفيزيك سيستم ما حد يدرسه فقط جماعة الكنترول. هسه بالكوميونيكيشن ينطونك منظومة الكوميونيكيشن، بالالكترونيكس ينطيك الجزء مال الالكترونيكس بس ما يحكي فيزيك سيستم، ومو كل الكنترول يحكيون فيزيك سيستم، بس بموضوع المودلينج. لذلك احنا موضوع المودلينج انا دائما اركز عليه، ليش؟ لانه هو لبة الكنترول، الباقي هو ماتماتيك اوف كنترول. مو انا من ادرسك بعدين روت لوكاس وبود دايجرام، وهذا مو كنترول، هذا فيه هذا ماثماتيك اوف كنترول. بعدين من نوصل الديزاين مال الكومبنسيتر والبي اي دي نرجع للكنترول، هذا كنترول ايضا،
هذا design of control system. اوكي باباتي ان شاء الله بالتوفيق يا رب. يلا باباتي بارك الله بكم شكرا جزيلا. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.